في السنة أركتيني على الطلب مثل المصالحة ولي المصالحة المصالحة لكن ربنا نيها مفاتين المصالحة لكني أيتمات نغا وجدت الشركات باش أنسجل المصالحة ومني غيست لك كران نقاش وقريت ماتنا باش أكيد نسجل المصالحة ماذا كدرنا الخير هذا الدين محفوظة جاوبي زيك السبحة ربي نميقن ك ميلود وسقسيات اللي تفكيت فعلا غايد سقسي اللي تفكيت هاتي تجاوبني سفلس نسبيا يعني ما نقلنا الدرار المصالحة كي خلطة زيت ولاني غما ما تنطغي تزيت ربما يغنسي نشارك على المصالح الشخصية الأخيرة كراي يضيع بدا كل مسغى الحق مسغى الأخيرة الزارة تيلي تزيت غوان غيا تيلي المصالحة يصلح ذات البيت ولكن نكني يغاغ نتحسب يقول ينغي إذن ما في القضية اللي كان في المجتمع ولاني غما ما نخلى غدا ما نغيت للمكان انتظيت باش انتني تلي المصالحة حتى نزيد حتى ربما ميتن اللي موضوع المصالحة وتسنغ يعني كأقصد ذوي النية الحسنة لأنه ماشي كل شيء ميتن لي الدراني المصالحة هاتي درس نسوء النية نقدر سنوال ولكن ربما أقصد نجيت مثلا توحيد المواقف ربما غايدة تقصد توحيد المواقف حتى تقيت المسألة يتغوزها اللي وتلي الإمكانية توحد المواقف لأن علاش تتسلم كل المثل اللي تنين وعرب ما فرق الله الرئيس غير باش يرتاح وكان أشكو يغلى نسولف في النقطة توحد المواقف كنين قد ضد من شكل تغوزي وين قد ضد مبدئية نقض من بينهم الموضوع عن التحفيز الجماعي اللي نرفض جملة وتفصيلا غدا نغلي أن رئيس كرغارسي التحديد الإداري للملك الغابوي إذا من كان واحد موقف ميت اللي فلا ستذاب عنين باستماتة سولرتينين من ذاتيك اختياري ألقيت سبيا أنتني يميت توفوت غيلي غوت من كان تسن واحد موقف وكان هذا تقصية غوثة هاتي يمكنين قاموا اجتماع نكشعب زود كل الشعوب العالم أركيستي لنا أركيستي لنا التيارات التنظيمات سواء العربية أو الأختي اللي تورقينين هاتي ورخش كل تقيان تغيان الرئيات تلي يان تنظيم إقام بدائي هاتي تدفع في تغاوسي وين باستيماتا إلي يان تنظيم إقام مسخر يعني غيدوري غادني غنكني إقام مسخر نختار فانيات ولكن أقل ما يمكن أي نظرة كل الشعب أشكو لكن هاتي ولدي صح كانت تحرك غوك نصغيد نكشم كيدا أقول نصن الصور وران تبع ما يتشهرون حتى عالميا إن كاين شعب زوج كل الشعوب العالم خلص دا هاتي كل شيء قلت لي التيارات متناقضة متعارضة غير هادي كاع عادي يعني دول مثاليين وكان هذا توصل القضية يعني غير هي اللي توحد المواقف ميدنا نتراجعان شنو تبغاو تسوي اللي نيش قالين كارثية قد التحفيز الجماعي هذا صراحة الفيديو اللي تلوحت هاتي ميد لك التنينين ولين هاتي وزير الفلاحة اللي غتفو عن غالي اجتماع هاتي ساول تسم اللي ناك اتفق الجميع هاتي دور ستوم هاتي من بين الممثلين النغيات لغين من بين ما في النعزل لأنه ونف نغي لساس النيات لأن اللي عاصن انه يخصد فرضم المحاضر التيرة وإلا انسحبت وين يظن انت غالي اتجاه ورفرض انت غاو سوينا نديرها اللي غيفك غوان تصريح يسول سيسم الجميع الرئيس التنسيقية ودرار ودير فايك تبادك انا ورنتفق يجال امور زين انت عادي خير ودير حكرا التكتيب الرسمي ايك مكتوب حين انه نكني ودير تكليت ولا سنة سنة نكني نرفض ورفضا تاما ما يسمى بالقانون 113 تنبيه وكان ادور زاد يكمل هذا المحفوظ
عندنا ضد لقاء وزير الفلاحة أقراو اللي سكن وزير الفلاحة لكم اللقاءات كان كله اللي شاركين لا تيم زدين سنات ولا السيد الوزير الفلاحة سعيد زخنوش لي اتفقنا يوم الكلمة اللي زوارنا لزراغ البيديوين يوم الرئيس التنسيقية ودرب هناك الطلب التعديلات هناك لا سولتيزي 2019-2020 باش هاد كلو قدينت المسائل وكان كاين اللي نغرغ غين ارتيزيان هي غايد لين تعيش غصاد التحفيظ الجماعي شكون هاتي من الديسيزري غدرنا وقبل نتصواب من الديسيز توفرت شكون نسني زريغ المناطقية دلين زريغ ومانوزي زريغ غيم الجاد سيدي احمد وموسى كلو غين زريغ التحفيظ الجماعي بسلاسة بسهولة إما غدرنا ياش كدر درنا وقبل نتصواب بالضبط تفرم لقيت يبتقيت المجهودات المناضلين المنطقة ياد وكانت نقول تحيوها تحيوها يتبعنا فهما ما هو أول رئيس التنسيقية ودرار وكودان غيت 2019-2020 أن كل قدينت المسائل يتابعتي رئيس الجمعية المهنية تدخل نس كودان إنك اتفق الجميع على تنزيل على إسراع تنزيل القانون 113 القانون المراعي إشارة لا يتسمون زاكر الكلمة من رئيس التنسيقية ودرار اللي كنا غيت 2019-2020 هاتي أراد كدينة المسائل اللي كنا نتنايا غيت باللي 2019-2020 هي ما غتزري الدولة تحفيظ الجماعي كالي ونبدا نسكر تحديد الملك الغابوي تسكر مشروع المراعي كودان المناطق اللي كلها فيها لكن مشروع المراعي غير التي يبدا المنطقه سيدي احمد وموسى ريم الجاد استرزنت من دوله المناطق هذا صدر رئيس الجمعيه المهنيه اللي كان جمعيه ذو الحقوق اللي تسن كل ذو الحقوق المحفوظه إنه قتي اتفق الجميع على إسراع بتنزيل قانون 113 ما كيظهرنا الخير هذا شو اللي الكلمات تسنت دا يوثق صيادنين علاش ايتماتنا تنسيقيا وكال لدفاع حق ساكنة في الأرض والثروة تقسان غندوى الصحفي هاد اللي غاس نورفكين الكلمة تنتني باش ادعبرن فولي نسن وكان أتمنى غيش كان يستشفيون دادا محفوظ أيوزنك كان ميسنك سيميلو ما تغاوسا اللي كي كان إيجابية اللي كي تقدر هو أن الدقائق الملف تبعت بحيث أنه الأسئلة اللي تكت لا تنم عن جهلين بالملف ولكن أتأكد باللي الملف تبعت من مكيت نقطة نقطة وكان غاية كله باش نوضح ميت أسقسي اللي تنيت هاتي الوثيقنا الفيديو اللي تلوحت هاتي توضح كل شيء ما فورف كان يتنسيقية وكالة تكرين اللي رأينا نكنين نرفض جملة وصف الوقف الفوري ما يسمى بالقانون 113 ولا انت نكني اتنظر غيد 2019-2020 يعني نكني نقام بدائيا غير النقطه ذاتي ولا خصنا نتناقش لانه تيزي اللي ختيني كي هي اللي ولي الحوار 2019-2020 بالمقابله تاخذ منه كان سكان التحديد الاداري هن صغرتني سيد صواب غير تحفيظ الجماعينا غير ما غنبغيش يكالي واللي راه منعني من التحفظ باسم ونسى تنزلين مباشرة بسلاسة تنزلين سوالي التحفظ نسيس من المية والغابات يعني أن الرئيس التنسيقية ودرار خد بكل وضوح أرسني يسهدان
الامور على سن التعب هذا غرس باش تزرينا لكم راه يدير. وكان قلنا وزير الفلاحه ان اتفق الجميع وعلى شدوا لي فك الطرف اني اظن اللي كانت تنسيقيه وكاله ما فاش نوري فك. اذا انا تعتبر يقول لي سن كما قصيين غادي اجتماعا مزيانه كيت كما قصيين لانه المهزله كيقى بعدا اريد ان لا محضر لا لائحه الحضور لا محضر لا تيرا يعني ميتن كيهري العبارات. ثانيا من بين المهازل اللي توسج انا غيناها تتزرى من اللي غادي يفوها رئيس الحكومه يبقى تصريح شخصي ان ياك يسي غرا التليفون لا كان كيوري غراي ديال كيتن يعني غوني اظن كان ينمت رانا في صدق قرني بيبانا تحزر كني عندنا نسكر نتفق نسكر الشكل النضالي نحل البيان لنا ما غنفعل المطالب. وكان المخزن تاعي تراهن في الوقت راه غادي تايزو الماركات لنا باش داخل فينا مال. واخطر ما يتيلين غايات هو تيجي لي غيلا الحمد لله ربي نشكر صافي الراي العام غيلا تزيد في قص من الثمن كاع ولد راه كود اللي غا بحال راه تلوحنا هكا كاور لوحنا اعلان انا كان كاور رئيس الحكومه راه كاور وزير الفلاحه هادشي تلوحنا غير كان وسائل التواصل الاجتماعي انت اللي غيط الورطه يغنقاطع شكون سن غينيس هذا خي كيتورط على تما غنكاسمو لنا تلوحنا تصريحات سي سماو لنا اتفق الجميع خليني نسكن ولكن انت اللي غيط تسالني غندا راه نشمتنا يغنب بي راه نشمتنا غرقتيني الميت نكون نتقاطع من الحوار ولكن غير هاتي كلشي الصوره تلقى واضحه غير ميتنا غير يزغويت غير هذا ستريتي سنتو خليستينا يتسنى توحد المواقف هاتي الكارثه يتسالى نغوي اجل المصالحه الصلح ولا غينا كنكون ولدي تنظي المواقف هيدي انا مفلس خطاني متوازيا من كان لازم يقفل ما المصالحه انو نزيد حتى ينكني دار مواقف غير غنسكر انت ميت غير الشغل سنين غير غنزيد غير النقطه يا ضنين ميت لا كتكني نلعب التحفيظ الجماعي غير المنطقه نايت الصواب لكني خبلات نسكر الزوبعه نعرض لانه نسن من طريقه غير نكتشف لانه نستف هادو ستوم هاتي اجرنا نخكولو غير المناطق يا ضنين بدوز من يدوز التوت تارو دانت تيزني يعني المناطق نتفراو امان وزغاين غادي نستافد كلو غاخت زقور لازم كل يسكن المخزن الى خذا غانا غيت نستافد اما تورتي سنكاع باقيرا نستافد غا الورطه لازم يسكن المخزن نبي تزيد صغيره غايت كا ناحيه اما نورتي سنكاع يسافد لا يتكز الواحين غنكاع ولي غادي نزول نكني اشكو حتى ولكن انا تي المناضلين غير نغبار لا غايت صوب حتى تور صحي ورسحين كنا تورا نتعامل الامور في الغرور غادي السوس كلو تغلي الدارحه حال تغلي الدنيا كويان كل منطقه دارت المناضلين الناس سن ما تسكر خالط الامور كنا غير الفرق اللي لا غير تغلي الملفات ما بقيت نسكر الزوبعه لان نستافد كلو خلصت لي خت تجارب المناطق يا ضنين ناف ما كنسكر باش انا بتغوت من غير كاين اما باش ويا درك تيني لا تسكر الجلاف تحفيظ الجماعي انا غما تحفيظ الجماعي تورث تبغضو التحديد الاداري هاني كي 80% شنو انا داخل التوي ايوا هذا خصك ما غنى له محصورات لي 60 لا السود لا غادي كرياش راه ندور على جانب افريقيا اللي كيطو وكان ما كان ما تستغرب غلا نميتنا راس الطول تحت الحجه الدليل اكي غدوناك غدوناك داخل النقطه الصفر علاش والسنخ وصنغ الزمور كبحيق قد الكرهيت كدار سني كاولين يجي سورة انا تقتنع عنده اشكو غادي يجي واضح تنبيتني اضو زادر كدد المحفوظ راك سقسا وكان يقدر الا ين الحوار قراي اليوم داك كل هي تربوش ان راس ان هي ودي خصها تتجاوز من مشكل التحفيظ الجماعي زرم المشاكل يا ضنين غنضال من غير تحفيظ الجماعية ذاتي لاني مكرس نظر نغنى وحينا نتصواب دولين يقات المشاكل الراعي الجائر دا إرحال الخيرات دي كله زرم السن كله يجمتنا ميلا زرم كله ما يوقعنا غير رنا
وكان ردني ويقاس بأن يغنتجاوز المشروع التحفيظ الجماعي نسر السفوس كاع نقابل كرياضني، يعني هاتي أبنيت نكا الموافقة المشروع المراعي لكل السنيت ماتنا اللي يعني مشروع مشؤوم تحفيظ الجماعة نولي المراعي 113-13، وكان كاين ارتنا المشروع 113-13 المشروع التحفيظ الجماعي وجهين لعملة واحدة كيستناها. وكان غير كلي نزرع لانت المناطق سنالتها لنيت ماتنا زرع لي زوديو المهمة اللي كتبعها، لان المناطق اللي ميوين 80% لما ميوين 82% اغتنلت غير لي زري تحفيظ لكل زوار اللي أمو كريسي هاد المقورنا غزارنا غتنلت مدنا راس نحفظ نتركيوين راس نتيني نور قيسي للريزو راس نتيني نور قيس تخدم منو تغوسيوين. وكان الخيرات كله جارتين تنيني غزير تنيني تنكي شخصيا عارتين تنيني غيقا يا المسرح يا يتغوسا تستحيا للمشروعات الداخل اللي تيقال 113-13 ماني كاسن التنايم غايلين التنايم عن كام التنايم غاسناكم من تحفيظ الجماعي غا المناطق قلنا ركيسيو كي القانون 113-13 مباشرة سولا أكودان وسو داكي اللي الحق تسول دروعات ولا ولينا شكون أكودان رد أشكين سر رخصة بس الدشكين سوا كان لنا غات يغتنا كل هذا بس يرك تدور القرياج حصر ده أتحصر المواضيع عنا غا أتني تحصر القرياج أوين المستوطنات دي غا إرحال نغا الخيران سنك شغل مناطقنا أكو دانا يغكات ريشة تفوص غال موضع نونا يغت ريشة تكتار غا كرا يخصك أد تانس لدنا باش نسرسك شمسة شكونا أتين زرا المناطق قايمين تانو تدولين نزيد نايس ماتنا التنسيقيه تعود من المشاكل الدرس نتاع التامين تاعنوش لان الله يسلمي كان الكرياج كان اسم الكرياج يا زكاي وربي ايت الموضع يا وكساني راه يرو راس النور يسقال الكرياج عرف لازم تخلص الغرامه ثمانيه وما بالك يا صديقك شي بنادم اما اتقيت تاويتك الشون ولا عينا عنو راك سولي لي دا دي غات اكو داني تسلي راسو الزمط الكرياج مالك اصلا ذاك تبين وغيون يدي السيت يفيس يدي السيت القرض هاك تدور الكرياج ضيقة ديك غاي دار ستنا غا القدام والي وزيد زياكي قالت هو ركيت واني يغنى قبل التحفيظ الجماعي راهي قصحت اشكون راه ديك شمن راكو زان راك زين الكرياج ولا تجوز فوق 8 وتجوز 8 اسمي زارنا قبلني تصواب غير دار ارز تشكي دار روح على ستيج انا غادي جاي دان وين قاعد تي راس الدو اكو داني ارز تشكي تنيس انا غادي جاي زعما زير شي نوع كاين روح خصو يغت دار المخزن ما كان وين كي ما كان داي جاوس قسينو انا ادور تاع ذاك هذا دار المحفوظ شكون اللي غنقبل غير هذا القانون الا نقبل المشروع التحفيظ الجماعي اتي نقبلني القانون 113-13 سولا صد صد الفرح هذا كي كنغور يغوموا الحال صباح نفضني غاز كان الكريا جاي ما غنجي كمان غا ياك حتى هاك ديز الريح كرا زرو ياك ديز الريح كرا زرو الابس كان الكريا جا كي جي كاس وزرو نتكمي يا صورو شوف بيزا تسبوزي اخصا كي كنغور يغوموا الحال شكون خير غادي نقبل تنكري غاس لي شكون راك تين يا تريزا نتبيزا زعما بون زرا زدت كاس يا زوران نكنا غير ذاتي الا ما داينا نتجاوزت المشكل التحفيظ الجماعي ترى المشاكل اللي عندنا طيب التحفيظ الجماعي ما كيبين لنا المحفوظ كان ميس انك السيميل غير قبل هذاك الجواب ورد هذاك الجواب ولكن هكا سكر غير الاغناء غير الاغناء غير يتعوس على راسك يجي لي راك ديالك يعني الشخص كريكا كران كان سنت هذاك ديك نفس السؤال تشوفتاس نفس السؤال تشوفتاس وجيت ليك ولا سنات يوميا نفس السقسي اذا غادي تتجاوز لانه غادي اسكي راه يترضى ماشي اللي راه يقتلع اشكو يا الانسان اللي جوش كان لاول مره يطرح السقسي دور زوان نور تيستوعب ماشي مشكل تيسنات توال ماشي مشكل تيسكرات
ولكن يوميا وكرنا من نويرنا. اذا غد ما من الاحسن وراني باش هذا سو كان تعود لي نفس الجواب اي دروس غاي لي الاجوبه اللي كل لنين راسني تصنط يغدي زي سوريفه امير ديسكرا كي تحكوا في يوم وكريس كان وهمي اللي خلقت انت ديما يوميا اتي قلنا اللي اخت غرس هذا دوخ صغير اللي سنيت باش هذا اكد عام ولين التقرير اللي هذا اللي توسكر اللي تسكر نسيق هي وكال مضاضل يعني الصيف اللي زرين انت المنظمة نزرفان يولين الشعوب العصرية العنوان لست كايقات الترجمة مخطط محو البنية السوسيو ثقافية الأمازيغية بالمغرب وكان نقطة ترتب من تكيزة جزو كان ين الشكلي كان بياني المنطلق من السياسية المسلسلات إيجاد أولا نزع الأراضي ما ستسكرن أرسكرن التحديد الإدارية دغيلا التحفيظ الجماعي لأنه اللي خدنيت 80% تيدوز 84% داسني وين يعني وكوس وكال من بعد كالي ونا اللي كسن أرسن سوتون اللي كرياج خلقني كيت المراعي إيس حراوي غاية يعني أن ساكنا نسوس إخصاء هذا ستة وكاس وكال دخل سوت الناس الناس كامينا داسن كسن أرسن سوتون اللي كرياج أرس تنين أستعمل المحافظة العبارة المحصورات أتي سميات كانت معبرة تحصر أنت قد سود زعضوض قال لي يا وكان شيلين المراعي وكي قال سوفنت المحصورات 84% قارنت كي 16% ما راني أقول غاية دايلا يبين نيت ودين لو تجي القصري إلا الاعتبارات الجيوسياسية المشكلة الصحراء غاية غاية في كل سكان غاية غير يدون أنك شمخ تفاصيل وتتنتلك من الوقت ولكن غاية إلا نغير إذا تحفيظ الجماعي الخطورة نس ما لا هو جريد الساكنة الأصلية من أراضيها وقد لك التنين نصدع مركز تحفيظ الجماعي وإن ليس أول أليس أول على بينا نخيو الجميع نتنو كانوا لو كانوا يتخلق قلب البلاس رودي ودنس ما يدى سريغة التينيغ أدى غادو قصر الفيديو اللي سنيت يساول تسر كراين عكوريك حجة الحجة القاطعة ييقى لأن علاش الزرين ديان الطرف يحضر غالي اجتماع سين أطرف الزرين بعدا اللي قانين وينسن دارك الممثلة سيقية ودرال دارك الجمعية اليومية هنية اللي نيت إلا نغفوس الحزب اللي تسرب اللي خساول سول نقاش نسنيبيين قيت يسفكان التنازلات والقانون 113-13 لأنه تزيل أكتنين أن اتفق الجميع باش تتلي البحث الدراسة غيت 2019-2020 عودة التنين نرفضه جملة وتفصيلا من بعد يشكد وزير الفلاحة يساوي سيس من نسن كل إنك اتفق الجميع ولكن علاش دور فكين أول التنسيق هي وكال باش تفكر الموقف الناس وتكيغ الجميع وليني الجميع إذا غي لقيت الفبركات تدليس لغش ميتن ورساني كيز العاطفة أسكن كرا المواقف والبناني الصح أنت تغور تفهم الأمور غايدي كسؤال أشكو عيني كا واضح الإعلام تحكم نقيت وراك كان ولين أنك تصغرم كله القنوات كله تقصي قيت انتو راهو بما فيهم شؤون امازيغية نسجلين قيت غزيرا ولكن تنسيقية وكاله غاية دايلا ندون تنيوري قي حجات انك اتفق الجميع تنسيقية وكال انت اول فرصة فاز لحدايا البيان انا ورد الطرفات ولينا
ومادام انه الاجتماع النوري خضع للشروط الاجتماعات اي اللي محضر بلاغ مشترك محضر زائد لائحه الحضور ما يدوري لي او هذا غرتين للاجتماعات هاتي الاجتماعات السوريه اللي خدت درغوي انا دخلوا لي الاثنين حتى انا لقيت نتحضر كلي ونسنا بلا الضغوطات استغار راسي منا توري خصاحه الترافع الوطني والدولي انا نسنا كني وانا راه داني سمون باش غادي مال تصور انا راه ما نسكر تصورت نمالي غادي نتصور المسؤولين ديال الوزاره غير نرد انا ما نسكر وكانوا انا راه داك العيب يقاخت المواقف انا كانت واضحه تنمر